أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا سائل يقول: هناك بعض الناس يقطعون نصف أذن الحيوان من الماعز ومن الماعز الشامية على وجه التخصيص عند ولادتها لإضافة مسحة من الجمال عليها، هل هذا الفعل حرام علما بأنه قد لا يتأذى الحيوان لأنه صغير عند الولادة؟ الصغير يتألم لكنه ما يحسي، يقول أوجعتني ولا يتألم، الصغير والكبير، فلا يجوز هذا، لا يجوز هذا أن تقطع أذان الحيوان يعذب، وهذه خلقة له ويحتاج إليها. الأذان هذه ما خلقها الله عبثا، فيها مصلحة للحيوان، إذا قطعتها عطلت الحيوان من مصلحتها. نعم.